الباحه شدها واحد الكريس فهمتي لسان ديالها عضاتو تقول هاد السيده غادي تموت. طب الاطباء كاملين اللي تيشوفوا فيا في المغرب ولا خارج المغرب عالجوا لي امي مشيوها ليا ودويوها ليا وانا خوتي راه باغي نبيع الكلوه ديالي على ود امي مني داكشي اللي غيتخاد وتعالج لي امي مرحبا انا قابل بكلشي انا قابل حتى بالموت شي حيدوا لي الكلوه ونموت وامي تعيش وتشفى ليا وتبرى مرحبا. اش غنقولك باه شدها واحد الكريس فهمتي لسان ديالها عضاتو تقول هاد السيده غادي تموت وهاتا كتشوف مسكينه الحاله تاعها ما كدوي ما والو وغاد السيد واقف معاها ما تقولي انا خوتو ولا هاد السيد واقف بيدو ما شفتيش معاه البارح ثلاثه جوج ونص ثلاثه تقريبا صافي الحاله ديالك كيفاش كانت ها كانت بحال في الغيبوبه مسكينه كانت مشي حتى لي ها الحاله كتشوف فيها دابا مسكينه انت نهضر معاها ديري بعينيها وما تدويش بقات كدوي تا دوي كدويش دابا ما كدويش دابا ها بعينيها دابا مسكينه الله يفاجئ عليها الله يفاجئ عليها الله يفاجئ عليها وغاد سيدي مكرفس كملت على الطيحه اللي طلعت هذا راه منو ليكوش الله شاهد عليا ما عندي ما ندي انا في الدنيا انا راه جاري هذا هو اللي كيدير لها الترويد هو اللي كيمشيها هو اللي طيب ليها هو اللي قاد ليها الا خطا هذا يدوها لدار العزازه ما تمشي دار العزازه بالله الله يخلصها دار العزازه غادي يشدوها الله يخلصها والله يخلصها والله يخلص هذا السيد هذا المهم راه احسن بها توا غيحسن بها الله هادشي اللي كاين ودي اخويا السلام عليكم خوتي بخير هانين المهم نتوما راك تعرفوني دابا انا في الحاله اللي تزادت كاع اكثر واكثر البارح راه ما نعشتش لحد الان ما نعش البارح راه شرقت ليا كان صحابي غيمشي ليا نسانها وصفارت وما بقاش بغات تقول لي حتى ديك دودو اللي كانت كتقول ما بقاش بغات تقولها حتى هي يعني البارح صافي صافي الامل مشى كلشي مشى صافي انا صافي ما بقيت كيبان لي حتى شي حاجه وليت ضيع وكضيع وكنبكي مرتي كتبكي بنتي كتبكي صافي وليت ريحه الموت ولات عندنا في الدار هادشي راه ما بقيت فاهم والو انا بزاف والله انا عييت وحق الله تعييت بالله كافيت مع هاد السيده مده عام ونص وحق الله وكافيت وعييت والله ما خليت ما درت بعد التلفاز ديتها للطب جريت بها في السبيطارات كنعس حداها يعني ايتها حاجه درتها مع الوالده ديالي اللي ما داروش كاع خويا الكبير اللي كبير فينا الكبير والله وما دارش هادشي اللي درته انا على امي ودابا خوتي انا والله بزاف راه الجيران حاضرين كلشي حاضر عارفين المعيشه ديالي كي دايره عارفين الظروف اللي تنعيش عارفين بزاف الوالده البارح خلعتني الوالده البارح صحابها غادي تموت ليا الوالده البارح حتى قلنا الحمد لله الناس راه بداو تيتعاطفوا معنا غنبداو نديروا لها في الترويض ونبداو نديروا الوالده البارح كانت غادي تودع والله البارح انا ما بقيتش كما كنت مرتي تبكي انا نبكي ليله يا الله والله زعما الله يشوف من حاله والله ودابا خوتي انا نجيكم من الاخر انا صافي دريت انا حياتي مليت ما بقيت بغيت والو في الدنيا هذه كاع انا حاجه اللي وحده اللي باقي كنطلب باغيها هي امي انا باغي امي انا باغي امي تبرع عباد الله انا راه ما باغي والو انا باغي امي انا الحمد لله تواصلوا معنا الناس الله يرحم لهم الوالدين كاملين لا من المغرب ولا من خارج المغرب ولكن واخا تواصلوا معايا الناس داكشي اللي قسم الله راه ولكن راه عندي كريدي راه خوتي خلاو لي فرماسيان عامر عباد الله كريدي راه دابا كيسمع فيكم لدابا لان مولات فرماسيان تسولوها ما تكذبش عليكم راه حانوت ديال لي كوش خلاوه لي خوتي كامل كريدي حيت كانوا قاولوني بانهم غيشدوا لي حانوت ناخذ منهم داكشي اللي بغيت تصح امي ومني وصلت 6 شهور ديال الكريدي عيطت لهم ما بغاوش سميتو راه لحد الان باقي كيتسال يمشي السيد حتى لعندو يسولو ما مشيش معاه يقول لك اه كنتسال هاز كريدي ما خلاو لي فين نتنفس والو المهم اخوتي دابا الحل الوحيد اللي بان ليا وهضرت مع راسي مزيان صافي سديت عليا البيت ودويت مع راسي الحل الوحيد اخوتي انا كنطلب من جميع الاطباء ديال العالم كامل اللي تيشوفوني دابا انا ما طالب والو انا طالب هاد السيده توقف على رجليها وتدوي ليا هادشي اللي طالب وما لقيت ما نعطيها وفكرت مزيان اخوتي صافي قلت اللهم نعطيها من ذاتي اللهم نعطيها من ذاتي كنطلب الاطباء كاملين اللي تيشوفوا فيا في المغرب ولا خارج المغرب عالجوا لي امي مشيوها ليا ودويوها ليا وانا خوتي راه باغي نبيع الكلوه ديالي على ود امي انا صحيح ما فيا حتى شي مرض لا سكر لا طونسي ولا حتى شي حاجه الحمد لله صحيح في صح كنت كنلعب كوره انا دابا انني اضطريت انني صافي باش نبيع الكلوه ديالي على ود الام ديالي باش تعالج ليا هذا هو اللي باغي انا في الاخر انا ما باغيش هاد الدنيا كاع
انا الله يسمح لي مع الله، ولكن ما كاينش شي حل، حتى حل ما كاين، حتى حل ما بان ليا. الحل اللي بان ليا هو هذا، نبيع كلوتي على امي. انا ما باغيش نبيعها باش نتفاهم فيها في الثمن، لا، انا باغي طبيب. انا كنهضر مع شي واحد طبيب يسمعني، طبيب دخل لي امي الكلينيك بريها ليا وانا قدامك. انا قدام، ما تعطينيش الفلوس، انا ما باغيش الفلوس يا عباد الله. انا باغي امي تجبد لي سميتي وتوقف. انا بغيت امي ندخل نلقى امي واقفه. انا عييت من ندير فيديوهات، عييت ما نطلب في الناس، كنمشي حتى للقهاوي عند الباترونات ديال القهاوي، تنخلي حتى كيسد القهوه، وكنمشي عند الله يرحم لك الوالدين شري لي الدواء، كنعطيه الورقه الغد كيجيبوا لي. تالين غنبقى بحالك، تالين غنوريكم رجليا تخلعوا. انا الصندلية الاخرى مابقيتش كنكسبها مع امي، ولكن دابا صافي، هذا هو الكلام الاخير ديالي. الا كان الله باقي باغي يخلي لي الحياه ديالي مع وليداتي، مرحبا. كان الله غادي يتقسم الله هاد السيده تعيش وتعالج، وانا يتخاد مني داكشي اللي غيتخاد وتعالج لي امي، مرحبا. انا قابل بكلشي، انا قابل حتى بالموت. شي حيدوا لي الكلوه ونموت وامي تعيش وتشفى لي وتبرى، مرحبا مرحبا. ولكن انني قمت بالواجب مع هاد السيده، باغي نشوفها في الاخره. انا ما باغيش، اما الدنيا فايته. انا جريت تعيت، خدمت، ما خليت، ما درت، وما كاين والو. ولكن ملي طاحت لي امي قدامي، وتا واحد ما بغى يعقل عليها في خوتي، خصوصا خويا الكبير اللي هو ممسك عليه الله ديال بصح، انا اللي غنعقل عليه وصحتي. انا دابا تنطالب جميع الاطباء ديال العالم كامل اللي كانوا كيشوفوا فيا. انا صحيح انا كنت كنلعب كره، ما فيا حتى شي مرض. الكلوه ديالي خصصتها للام ديالي. دابا انا امي هي حياتي، هي ولادي، هي عمري، هي كلشي، ما غنفوتهاش. يا كلوه يا رجل يا اللي حبيتو فيا، مرحبا على امي. ولكن بلا فلوس بغيت هادي تعالج. انا وليت كنبدل لها الكوشه، دابا كدات تعقر ليا كامله، كتعقر ليا كامله، ما كنقدرش نبدل لها الكوشه. كنخرج للباب ديال الدار لبرا تنبقى نبكي، وثاني غنبقى عايش بحال. كنوليت دابا عايش في صدمه، ما بقيتش داك ميلود اللي كنت نعرف. كنت ندخل نضحك ونلعب مع ولادي ونلعب مع، وليت بحال اللي شو ما عرفتش. انا غيركبني، انا اصلا غيضرب لي الطونسيو العرق، وغادي نولي جالس حداها النيت، ونوليو بجوج. شكون غيهزنا؟ شكون غيهزنا؟ غيهزونا اول حاجه، غيهزنا خويا، غيدينا لدار العجازه هي الاولى، ولا غيسدوا علينا الباب ويخرجونا بحالتنا انا وامي. ما حد دابا صحيح وصيح وكندوي. انا كنطالب جميع الاطباء ديال العالم كامل اللي كانوا عزيزين عليهم والديهم وكيبغيوهم، وعزيزين عليهم مواتهم، انا بغيت هاد السيده نضمن لها عمرها وصحتها من عندي. بغيت نبيع كلوتي على ود امي، هادشي اللي بغيت. ماشي بغيت نبيع كلوتي بالفلوس، لا. باش يقول بنادم راه هذا، راه كيقول بحال ما كدا على قبل الفلوس. ما باغيش الفلوس، انا تنقولها مرارا وتكرارا، والفلوس ما باغيهاش. وعطيتها ليهم هاد الفلوس، خذوها كامله، يلا صحوا لي امي، بريو ليها الوالده، والله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار. هادشي اللي غنقول. والحاله وليدي البارح راه ما هي في حاله باتت. حنا كاع الليل وقاعدين نبكيو عليها، واليوم ما الدري هو اللي واقف فيها. الله يرضي عليه، الله يرضي عليه. وهذا شاهدنا هو هذا. واليوم بغينا خوتنا ينوبوا عليها، الطباء ديال المغرب ديالنا هما يشوفوا فيها، والله يخلصهم. ما بغينا منهم حتى حاجه، الله يخلصهم. اي يا سيدي، كيقول كيقول الله يرضي عليه، الله يجعل ربي يعاونه، الله يجعل ربي يعاونه. كيقول اولدي هادشي اللي كاين هو هذا. كيجي كيلقى كل سارده برك برك من البيع عشره خوت وغوش يعاونو. حتى حد ما حنا كنشوفو هادشي على عينينا. هو اللي مقاتل مع عمو، هو اللي هازه. وهي ملي كانت خدامه راه كانت هازه كلشي، ملي طاحت لقات الميلودي فقط. ايوه ما سمعتش باغي يبيع كلوه على قبل. بقى فينا كل قينا لي خويا حنا الجد ما غيبيعهاش. هو دابا حيت هي ملي طاحت عاوتاني هنا في الدروج تكرفست بزاف، تكرفست بزاف، راه ولا ما بقاش كيبيع ويشري لا حتى حاجه. تكرفست، قال لك يعني نبيع الكل، ونبيع اي حاجه، نبيع القلب اي حاجه، المهم عاد ما نبقاش مكرفس انا وياها. البارح بالليل زاد على بزاف بزاف. انا كنجي من الخدمه كنتركها، لقيتها كتغوت كتغوت، وشويه ما تصرت لها نساله، وهو كيبكي ومرتو كتبكي، بنته الصغيره كتبكي. البارح واحد الحاله خويا ما تشوفش فيها. كنطلبوا من الناس الى الاطباء ولا الناس الى لقاو باش يعاونوه يعاونوا. راه حنا زعما جيران وشايفين كلشي لعينا، ماشي كيدير شي حاجه. هو هذيك الطاليه اللي مهلي فيها، حنا كون لقينا الجد ما نكذبش عليك، لو كل ما كنتش خدامه انا نهزها، انا نقابلها بحال امي. ولاني ما لقيناش لا خويا الجهد، ما لقيناش الجهد. راه جيران وجيران عزاز، ماشي جيران عهنا، راه ملي كنا في الكارير هما جيران. لا شكرا على صراحه عيني، يعني حتى واحد ما مقابلها.
يعني هذا السيد واش يبدل لي كوش يخدم يدير شحال من حاجه بزاف عليه، وهو دابا من البارح هو كيغوت بان ملي شاف مريضه كيقول لك انا نبيع كلوتي ونشافي امي. انا هادشي اللي شت زعما صراحه الله الميلودي راه دار رضا كامل ديال امه، واش هذا كيدفعها بالكروسه وكيديها للحمام وكيشد لك الساله وكيعوم هو وياها وكيجيبها. انا زعما اش غنقول لك، زعما شت عييت وما شتش بحال هذا الموقف اللي شت دابا. الا كانوا الاولاد بحال هكا الله يقطعهم، الا كانوا الاولاد ما يروحوش على والديهم هما في هذه الحاله الله يقطعهم. وانا كنقول لهم دابا ونقول لهم ونعاود نقول لهم الا ماتت هذوك اللي كاينين برا بلا ما يعاودوا يجيو عندها، يعني نقول لك بلا ماشي نهار غتجي دريه ولا دريه ويقول امي امو راه خصو يشوف فيها وهي حيه، امو خصو يشوف شنو خاصها، واش هي هاد الام اللي وحى ليل ونهار الا خرج الميلودي ما كاينش اللي كيقلبها. داك النهار جيت انا لقيت حالته هنايا تا جا الميلودي عاد بدل ليها حشومه وعار، حشومه وعار، حشومه وعار وبزاف هادشي راه حتى هي محنه. اش غنقول لك وليدي الحاله هي ورتاله، الحاله هي ورتاله وحق الله عاد الله يرضي عليه والله يحفظهم. اش غنقول لك وليدي راه هادينو على الناس والله العظيم تهدينو على الناس. مسكينه ملي تهرست هاد الايامات هو مسكين، هو حاله يرتاله هو يمشي ويجي خصو عليه وقف معاه مسكين والله يسهل عليه والله يحفظه. والبارح وليدي محني معاه ليل كامل وانا كنسمع الغوت ليل كامل، وكان وانا حنت معاه عيانه شويه ما قديت باش نوض وداك الشيء وكنسمع فيهم مساكن والله ما ناتو ما ناتو قال خاص الميلودي ما نعسش نهائيا. وزيدو محن بزاف هو اللي محن فيها كاع، محن معاها مزيان ماشي شويه، دايما كاين محن معاها كلشي ماديا ومعنويا كلشي مسكين والله يعاونو والله يسهل عليه مسكين الله يحفظه.